تكون أكثر الأمم تابعاً يوم القيامة. وقال فيما رواه البخاري وما أخرجه البخاري في صحيحه ورواه أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كل نبي أعطاه الله آية ومعجزة. موسى أعطاه العصا تلقف ما يأفكون، عيسى إبراء الأكمة والأبرص حياء الموت بإذن الله، معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، معجزات الأنبياء رآها من حضرها وشاهدها، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية كتسبيح الحصى في يديه وكتسليم الحجر عليه وكانشقاق القمر إلى غير ذلك، معجزات حسية انتهت بوقتها لا يراها إلا من شهدها، وكذلك معجزات الرسل السابقين. الوحيد الذي كانت معجزة رسالته باقية وخالدة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كانت معجزته القرآن. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلها من عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه.